برحب فيكم أصدقائي المشاهدين، وما كنتوا عم بتتابعونا بهذه الفقرة بسرني أني أستضيف الشيخ روي عيسى الخوري المحلل السياسي. شيخ روي أهلا وسهلا فيك مرة جديدة بتلفزيون لبنان. خلينا نبدأ مباشرة بالموضوع الآن وبموضوع الساعة، موضوع تشكيل الحكومة. كيف قرأت اليوم موقف الرئيس نبيه بري، وهل نحن أمام تعويم جديد لحكومة الرئيس الحريري المستقيلة؟ أول شيء مساء الخير لألك ولأعزائي تلفزيون لبنان وللمشاهدين الكرام. موضوع كلام الرئيس بري يعني مهم وخطر، لأنه اليوم نحن كنا بمنحة، الانتفاضة عم بتطالب بحكومة مستقلة تكنوقراط تقدروا يشيلوا هالبلد من هالمصيبة اللي واقعين فيها. وصلنا لمحل ما في مجال لتأليف حكومة لعدة أسباب. نداء الرئيس بري يعني عم بيرجع يطلب أكيد لم الشمل يعني نرجع على حكومة وطنية، رجوع وحدة وطنية، يعني وطنية. رجوع الرئيس الحريري ودخول القوات والجميع والكل. طيب هالكلام اللي عم بيقوله الرئيس بري يمكن خوفا من الوضع اللي احنا عم وصلين عليه، يعني احنا بانزلاق كامل، بس بذات الوقت وين دور، بدنا نكون واعيين وين دور هالناس اللي على الطرقات، هالحراك الموجود على الطرقات. يعني اذا بدنا الله نقول بدنا حكومة وطنية، بدنا حكومة موحدة بدون ما نكون عم نشوف وضع هالناس والمأساة اللي عايشها الشعب اللبناني والمطالب اللي كلنا عم نعاني منها، يعني رايحين اون ديكادانس اكتر. يمكن كلام الرئيس بري كتير مهم، لم الشمل تما نصفي بالنهوار كلنا سوا على حدودنا احنا، بس بذات الوقت كيف لح يقدر يدمج هالموضوع؟ يعني ما بعرف، يعني عايشين نحن بايام استاذ بيير، ما بعرف، نطلع منشوف هالمسؤولين على التلفزيون عم بيحكوا ما كأنه في شيء على الارض، وكل يوم العالم عم تروح تخبط بعضها بالبنوك. يعني لا الموظف معطر له دخل وهذاك بده مصرياته وبده قرشان تياكل ويشرب ويطعمي ولاده او طبب ولاده، يعني ما مش شايف في حد عم يتحمل مسؤوليه. يعني ما بتشوف، يعني مهلا بتاليف الحكومه، نعم، بدون ما نشوف على الارض. يعني صرنا كلنا متخزن، يعني عم نرجع نتذكر ايام روما، نيرو وقف فوق وتفرج على روما عم تحترق ومبسوط بحاله عم بيحكوا. مين عم يتفرج على لبنان عم بيحترق اليوم؟ كلهم، مع احترام لهم كلهم. مرة الماضي إلا برجع بقولها، مفروض بفخامة الرئيس اللي بنحبه ومنقدره ومنجله وأنا مقرب عليه من زمان، مفروض يعلن حالة طوارئ في بلد عم بنتهي. وين رايحين؟ مش عارفين حالنا وين رايحين. كل يوم عندنا خبرية على البنوك، كل يوم عندنا خبرية يمين وشمال. طيب اليوم في مصيبة من برا عم، اليوم نحن على باب أزمة جديدة. اليوم كمان أعلنت عنا وتحدثت عنا وزيرة الطاقة، ما في كهرباء بلبنان، ببيروت الإدارية اللي مفروض تكون فيها الكهرباء 24 على 24، ما رح تتخطط من ساعات، يعني ما رح يكون في كهرباء بالمناطق، في درجات حرارة متدنية بالبقاع بالجبال. أنت ابن بشري وبتعرف أهلي الجبال قديش بحاجة للغاز وللمازوت بهذه الفترة. هذا الأمر شو رح يسبب برأيك اليوم؟ في انتفاضة جديدة عنوانها المازوت والغاز، وفي كمان احتكار تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام بالأمس بمنطقة البقاع تحديدا، في مسؤولين عم بيغطوا وعم بيحتكروا مادة المازوت بهيدي المنطقة على حساب، مثل العادة على حساب الشعب. موضوع المازوت إلا مبارح واليوم المسؤولين بالتوزيع تبع المحطات كلهم إنه عم ينادوا بالجبل ما في مازوت، باب حطوا 20,000 كحد. طيب مبارح بس من يغطي هؤلاء استاذ روي؟ يا سيدي مبارح رجع قريبنا شركة زد ار ريمون الرحمة أخذ مناقصة بالمازوت، والدولة عم تعتبر انه كونه هو عنده فاسيلتي اكتر برا، دولة تفتح اعتماد، هي بتعرف شو بتاخد وقت، عم بياخد بمناقصة. طيب هالمناقصة وين هالمازوت؟ طيب اخذوا 10% جابوا لبنزين كتير منيح، هلا فتنا بالمازوت. يعني في شيء عم بصير بلبنان ما بحد عم يفهمه. مافيات المازوت والبنزين بعدهم ماشيين على الدقة ونص، وزراء ونواب ما بعرف وين تعطيهم، الشعب عم بصرخ بمال، حكومه منا موجوده، تصريف اعمال هذا مفروض يكون في شيء قانوني عم بمارسوه، شو تصريف اعمال؟ يعني انت وزاره موجوده عم تمارس حقوقك،
عم بتمارس واجباتك وتشوف مصالح البلد. وين انه كل وزارة عم تشتغل لحالها، رئيس حكومة مسافر، رئيس جمهورية ملتيين بتأليف. طيب هلا اللي عم تقوله صح، نحن قادمين على مصيبة. مين بتحمل مسؤولية المصيبة؟ اليوم بس بدي اسأل مين بتحمل مسؤوليتها؟ الوزير هذا البستاني؟ في الوزير هذا البستاني وفي حاكم مصرف لبنان قال عم نفتح اعتمادات وعم نعطي وما تعطى الوهم، يوم عم نعطي يوم ما معنا. طيب يعني وين رايحين؟ لحن صار انتفاضة كبيرة. طيب بس الوزيرة اليوم بتقول انه لا ازمة مازوت بس، واوضحت انه منشآت النفط تسلم كمية كافية للسوق المحلي وحملت الشركات مسؤولية هذا التصرف واملت انه تأخذ اجراءات لازمة بهذا المجال. يعني في ناس اليوم عم يحتكروا بقلب المناطق صح. وفي مسؤولين عم يغطوهم. وين الدولة؟ وين الاجهزة الامنية؟ بصراحة يعني عم بخلونا يلي بده الدق. هذا بموضوع الغاز والمازوت. انا انسان بعيش بنفس دولة لا احزاب، بس اليوم اللي عم بشوفه رح نروح كلنا نوقف على الطريق. طيب هالمازوت عم بتوزع يا ما حضرة الوزيرة، عم بتوزع المازوت، والمراقبة مين عم بيحتكره؟ مين عم بيحتكره؟ معروفين مين عم بيحتكره بكل منطقة. ليه ما بروح بسحبهم وبنزله؟ لانه محسوبين على فئة معينة. فاذا خلينا نطلب نحن يتسلم الجيش كل شيء ويتوزع له العالم، ما عم بتوزع ببلاش. بس هيك بدنا نضلنا وزعنا مزوط ما عرفنا وين راحوا، طلعنا دولار ما عرفنا وين راحوا، جبنا طحين ما عرفنا وين راحوا، شو هالحكي؟ طب بس كمان عم بتقول انه بموضوع الكهرباء هناك هناك يومين، عم بتقول معالي الوزيره هناك يومين قاسيين على مستوى التقنين الكهربائي بسبب تفريغ البواخر وستعود الكهرباء تدريجيا ولن تتخطى 8 الى 10 ساعات خارج بيت. مزبوط، قالوا 8 ساعات اليوم بده تبلش. اذا يومين تفرغ البواخر قبلين، بس مش يومين تنفرغ البواخر وبعدين ما بنعرف وين راح الفيول. يعني اليوم بكل صراحة إذا القيمين على البلد مش قادرين يحطوا إيدهم ويضبطوا هالوضع تنشوف المرحلة وين رايحين، نحن صار مفروض بدنا نطالب بالأمم المتحدة تجي تحط إيدها على لبنان. ما بقى مقبول يعني بكل صراحة. طب نحن الطبقة الوسطى وعايشين ومنتعاطى بالشأن العام، صرنا عم نحس حالنا عايشين شحادة وعتلانين هم على بكرة. الناس المعطرين شو بدهم يعملوا؟ ماني شايف في حدا سألين عنهم. بنلاقي هالنواب الكرام والشخصيات عم بيطلعوا بالتلفزيونات عم بيحكوا بكل وضوح، بعدنا عم نشوف بنعطي بناخذ بعده عملية تقسيم الحصص. تركيبة العقلية القديمة انه نحن اجت 17 تشرين مفروض نغير، بشو عم نغير؟ لا بدنا نغير مثل ما الشباب عم ياخذون، كمان مع احترامي لهم في موجة بالثوار معتبرين الخيار او الفكر الشيوعي طلعوا مكسر وهذا حقنا بفوتوا هذا حقنا وهذا حقنا. لا مش كل شيء هذا حقنا، صحيح الشعب هو مصدر السلطات، بس ما بفوت على البنك هذا حقي، بفوت على الوزارة هذا حقي، بلقط فلان على الطريق بوقفه. طيب انت شفت المشاهد، عم تشوف المشاهد بالبنوك كيف الناس عم بيكونوا واقفين عم بشوف ياخذوا 100 دولار عم بشوف دولار. انا عم بروح عم بوقف. طيب شو بنضرب الموظف؟ بدنا نقوم بنقوم على اصحاب البنوك، بنقوم على رياض سلامه، بنقوم عند نبيه بري، بنقوم عند رئيس الجمهوريه حفظ الالقاب، بنقوم على عوده. هالموظف موظف مثلي مثلك يعني كمان عم بعاني. طيب شو يعني الحل؟ انك تفوت تسرق او بالقوه تاخذ مصرياتك؟ يعني نحن ما لنا بالبرازيل ولا فنزويلا ولا كوبا انه اليوم الثوره بنطلع ومنهيص ومنكسر ومنعمل. إذا ضل الوضع مستمر استاذ بيير، إذا ضل الوضع مستمر، نحن عشنا الحرب وبنعرف الأمور، بس هالمرة قاسي كتير مش مثل الحروب اللي قطعنا فيها. إذا ضلت مستمرة وبلش في جوع وبلش يقل المال وبلش البنوك ما تعطيك وموظفين بيقبضوا ما بيقبضوا رايحين على سرقات على أمان ما في أمان بالمرة، هذا مين بيضبطه؟ شو بده ينزل الجيش يعمل حالة طوارئ ويقعد بالأرض ممنوع التجول؟ وين رايحين؟ امبارح بفترة العيد بتلاقي العالم فشة غلقة نازلة عم تشتري اللي قادرين. طيب يا عمي ما مش عم نقدر نفهم القيمين على البلد لا ما عم بشوفوا الوضع على الأرض. طيب
من ضمن الأزمات اللي اليوم كمان نطرأ المواطن على ما يبدو الأسبوع المقبل أزمة المخابز، أزمة الأفران كمان. وأزمة الخبز على ما يبدو تتجه الأفران إلى الإضراب في الأيام، بدأت تلوح بالإضراب وبسبب الخلاف بينه وبين جمعية حماية المستهلك ورغيف بالناقص ونص رغيف بالزيت كمان، يعني وصلنا إلى هذه الدرجة. بس قبل ما أكمل معك شيخ روي بدي أنتقل إلى بيان تكتل لبنان القوي اللي هلأ كلنا بنعرف وضع الميل الاقتصادي الحكومة وأمور تانية. رح بلش بالوضع الإقليمي كمان يلي كان بمقدمة الاجتماع مدار بحث. منأكد كتكتل موقفنا الثابت بأنه لبنان لا يجب أن يكون أرض معركة للآخرين ولن يكون أرض معركة للآخرين. هذا موقف ثابت عنا مش من هلأ، هذه ثابتة موجودة بتتعلق باستقرارنا بسيادتنا وطبعا بالمبادئ اللي على أساسها نحن شاركنا ونشارك في كل هذا العمل الوطني والسياسي. تاني نقطة إلى علاقة بالحكومة. الحكومة عم نقرأ يمينا ويسارا أنه حصل في تغيير، صار في اقتراحات، عودة عن اقتراحات إلى آخره، لم شمل. نحن أكيد مع لم الشمل بالمعنى السياسي، بالمعنى الوطني، بالمعنى الوطني أكثر حتى من المعنى السياسي، لأن بالسياسي كل حدا له حق يكون عنده رأي وكل حدا عنده مشروع ورؤية ولازم نلتقى على أمور جدية مش على فقط تقاسم حصص أو على مثل ما بيقولوا شراكة بالسلطة. ولكن نحن مع حكومة أخصائيين وأعلننا عن هالموقف، موقفنا ما تغير ولا رح يتغير. بالتالي دعم الرئيس المكلف لإنجاز مهمته هذا أمر مفروغ منه، ولكن هذا لازم يكون من ضمن خطة إنقاذية. خلينا لمرة واحدة نطرح مشروع مع هالحكومة، وهذا من أول يوم حكيناه مع الرئيس المكلف بالاستشارات، وبعتقد هذا هم الكل انهم يطلعوا من الازمة اللي هن فيها، مش يشكلوا حكومة لمجرد تشكيل حكومة، مع التأكيد على اهميتها اليوم قبل بكرة. وبالتالي عملية يعني المبادئ الوحدة والمعايير الوحدة لتأليف هذه الحكومة تسرع الجميع. ما بدنا حكومة أخصائيين، فلتكن حكومة أخصائيين من أول يوم. هذا الموقف اللي طلعنا فيه، اللهم على أن تحترم وحدة المعايير، وبالتالي أنه طولت حكومة الليلة قبل بكرة بتجسد إرادة الناس. الموقف اللي نحن أخذناه بعدنا عنده، حتى لو هالتضحية بتكلف مثل ما قلنا مرارا وتكرارا مشاركة أو عدم مشاركة، الموضوع بالنسبة لنا مش موضوع سلطة، هو موضوع بلد، أزمة، وقف انهيار عم يحصل صار له فترة بدون ما يكون في عمليا يعني حل جذري عم يطلع وعم ينهي، عم بحط حد لهذا المسار الانحداري. فإذا بتأمل انه موقفنا يكون واضح بمسألة الحكومة، ونحن مستعدين وعم نسهل ومستعدين للتسهيل إلى آخر الحدود على أن تحترم وحدة المعايير للجميع. الوضع المالي والاقتصادي شو بده؟ الوضع المالي والاقتصادي بحاجة لحكومة نعم، ولكن أيضا بحاجة أنه ناخد بعين الاعتبار معاناة الناس والوضع المالي اليوم كيف هو رايح بأي اتجاه. فإذا موازنة 2020 يلي معي مشروعة مثل ما تعدل بلجنة المال والموازنة، شو بتتضمن؟ أمور أساسية بتخليها تكون مطلوبة هلأ قبل بكرة. عنا المعاناة يلي نتجت بعد 17 تشرين، بعد 17 تشرين تغيرت الإيرادات. كان عنا إيرادات نقصت بنسبة 40%، يعني عنا 4 مليار دولار نقص بالإيرادات حسب وزارة المالية، وهذه أرقام نحن استلمناها من وزارة المال وبنينا على أساسها مشروعنا. فإذا المشروع الجديد
لموازنة 2020 كما عدلته لجنة المال والموازنة هو مشروع إلى حد كبير موثوق بأرقامه، مش مشروع عمل بشكل يعني يتناقض مع الواقع، لا هو مشروع واقعي إلى حد كبير. اللهم إنه ما تكمل عملية الانهيار اللي احنا فيها، يعني بمعنى الانهيار السياسي يلي عم ينعكس على الاقتصاد. شو بده تيوقف؟ بده حكومة، بده مشروع انقاذي مع الحكومة، بده جدية بالتعاطي بالاصلاح المالي والاقتصادي. ليش كمان هاي الموازنة مهمة للناس؟ كلكم سمعتوا عن ضمان الودايع، فيها مادة قانونية، مش توصية ولا تمنية ولا عملية هيك يعني شعر، فيها مادة قانونية تلزم اولا تعدل القانون 60 والقانون 110 لجهة انه الودايع لنسبة 75 مليون بتصير مضمونة وليس فقط 5 مليون مثل ما هي اليوم. فاذا اذا كان مزبوط مثل ما قالت جمعية المصارف 88% من الودايع هي ودايع لذوي الدخل المحدود او ودايع صغيرة، منكون نحن حمينا بنسبة كتير كبيرة المودعين، ومشان هيك هالموازنة لازم تنعمل. ثلاثة، المتعسر بقرضه، عنده مدين من البنك وتعسر، شال من شغله، ما بعرف صار عنده نص معاش. عم تسمعوا كتير وعم نسمع كتير بهذا الوضع حالات كتير مؤلمة، ان كان على صعيد سكن، زراعة، سياحة، بيئة، تكنولوجيا، ما رح انسى حدا، بس عم بحكي كروض مدعومة، يعني لناس طبعا هن بوضع معين تأخذوا قروض مدعومة، مش اللي اخذين قروض مدعومة من دون وجه حق. قروض مدعومة فعلا لناس عندهم دخل محدود واخدينها على مدى طويل، كانوا مؤسسات صغيرة او اشخاص. هودي بالقانون وليس بالتمني، بمادة قانونية تلزم المصارف بعدم يعني بعدم تطبيق الاجراءات عليهم. نحن ما عم نتدخل مع المصرف، ما عم نلغي له الدين، لا ما قلنا حق، ولا عم نقول له تعال شيل فايدتك ونزل فيه تعاميم عم تصدر، تخفضت الفوائد كلنا بنعرف صارت بين 5 على الدولار و8% على اللبناني، لكن نحن ما عم نتدخل بها. نحن عم نقول تتوقف او تعلق الاجراءات القانونيه والتعاقديه اللي لها علاقه بالمتعسر. هلا مش واحد يكون مش متعسر يروح يتعسر حتى، لا مش هيك، هذا انتبهوا بينكمش. فاذا اللي حقيقه بضائقه وعنده مشكل، ان كان مؤسسه صغيره او ان كان شخص عادي، هذا بيستفيد لمهله 6 شهور لاعاده ترتيب وضعه. هذا القانون بحل مشكله القروض المدعومه، سكنيه، زراعيه، صناعيه، سياحيه، بيئيه، تكنولوجيا. بنروح على بنود اخرى، منها الفصل الضريبي كله. في مهل كانت بموازنة 2019 إعفاءات ميكانيك، بلدية إلى آخره، مددناها 6 شهور. يعني اللي ما استفاد من الإعفاء بحكم الظروف اللي مرقنا فيها، اللي ما استفاد من تسوية ضريبية بيقدر يعملها، اللي ما استفاد من رسوم إنشاءات إلى آخره، من تخفيضات عملت بنسبة 80% على الغرامات، هيدا كله ب30 مادة كمان وارد بمتن هذا المشروع. منضيف عليها إلزام الدوائر والمؤسسات أنه تستوفي ضرائبها العامة يعني ورسومها، وحتى شركات الخليوي يلي هي عم تتعاطى بمال عام بالليرة اللبنانية، وهيدي مادة قانونية مش توصية. منروح على بعض أمرين اللي هن إيرادات المرفق، مرفق بيروت، وإيرادات شركات الخليوي. نعرف عم نعمل كنا عم ينحكى بمليار دولار بشركات الخليوي، بيروحوا للشركات وبعدين يحسم منه النفقات التشغيليه توصل لنص مليون دولار، نص مليار دولار. اليوم عم نقول انه لا، هودي لازم يروحوا على الخزينه، وفي ماده قانونيه تلزم تحويل هذه الاموال الى الخزينه. فاذا بلا ما اطول كثير، في ضروره وفي حاجه، وحتى العجز يلي وارد اكدنا مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف على الالتزام اللي كان موجود او التفاهم اللي كان موجود سابقا، واللي بيخلي نسبة العجز مضبوطة الى حد كبير، ما رح تبقى صفر اكيد مع تراجع الايرادات اللي صار، رح تطلع يمكن للستة فاصلة او 7 بحد اقصى، لكن هذا انجاز بالوضع الحالي. ولذلك المطلوب انه نروح بسرعة للحلول السياسية يلي بتأمن عملية الانقاذ من الانهيار او الانقاذ من الوضع المالي والاقتصادي اللي عم يدهور.
بدي احكي عن موضوع التحويلات. التحويلات في كتاب عم بيعدوا التكتل ليتوجه فيه للجهات المعنية المصرفية من هيئة التحقيق الخاصة إلى رئيسة حاكم مصرف لبنان والجهات الأخرى اللي منحط فيه أو منطالب فيه اللي طلبنا فيه أصلا بلجنة المال ونعمل لجنة فرعية له اللي هو تحت سقف القانون طبعا ما هو مسموح وما هو غير مسموح معدد بهذا الكتاب التحقق من التحويلات اللي حصلت متابعتها وعمليا اتخاذ الإجراءات وفق القوانين للتحويلات التي لا يجوز كان أن تحصل إذا كانت حصلت. فإذا عمليا وجديا متابعة مسألة التحويلات اللي نحكى عنها بكتير من المحلات بالمجلس النيابي بالمصارف عند الجهات الأخرى لأنه نحن منا بمنأى عن الرقابة وما لازم يكون لبنان بمنأى أو جهات المالية بلبنان وحتى السياسيين يلي قاموا بهيك تحويلات ما لازم يكونوا بمنأى عن احترام القوانين واحترام الأصول. مش مواطن بيقعد ساعتين تياخد 200 دولار أو 500 دولار أو 500 ألف ليرة وسياسي أو متنفذ بحول ما بعرف كم 100 مليون دولار ونرجع بعد منها منقول في مساواة وفي قوانين. لا، يا القوانين بتتطبق على الكل يا أما ما بتتطبق على حدا، علما أنه بلبنان بعد ما في كابيتال كنترول نعرف هالشي عم نمارس الكابيتال لوك على قولة أحد الوزراء اللي كانوا موجودين بالاجتماع. كابيتال لوك يعني بالخالص عم نمنع حتى عن الطالب يلي عايش برا واللي مضطر انه يتحول له قسطه عم نيجي ببعض الاحيان نمنعه او المصارف مش عم تحول له حتى بعض الالتزامات الضرورية يلي عم توقف عليها التزامات تعاقدية لناس وضعهم محدود جدا كمان عم نيجي نمنعه تحت عنوان نحن بعد لهلا ما شرعناه. فهذا امر لا يجوز ان يستمر هيك. مشان هيك بده يكون في تعاون، بده يكون في تشدد، بده يكون في رقابه، وهذا الامر نحن اخذينه كثير جديا بالتكتل متابعه بالمجلس النيابي من خلال لجنه المال والموازنه والجهات المعنيه الماليه. اخيرا المساله الاقتصاديه، التيار عامل ورقه اقتصاديه وعامل خلاصه لهالورقه طبعا من بعد الظروف الاستثنائيه اللي مرقنا فيها، وهيدي نحن بتاخذ بعين الاعتبار كثير من النواحي الاجتماعيه اليوم يلي عم نمر فيها واللي عم بمروا فيها الناس. بالاخر رح بقول لكم ما في سياسي من دون مضمون، ما في رجل سياسي مسؤول بس شغلته يعمل شعارات كل النهار ويخبر الناس اخبار ويعارض ويعترض، يا بده يكون عندنا مضمون بالسياسه، وبدنا نتابع ملفاتنا ماليا، اقتصاديا، اجتماعيا، مصرفيا الى اخره، يا منكون عم نعمل شيء ثاني وهذا الشيء ثاني ما بقى حدا يمكن قادر انه يتحمله، لا اللبنانيين قادرين يتحملوا ولا حدا حتى بخارج لبنان عم بمد يد العون يمكن لنا او عم بجرب يتفهم وضعنا ويحاول يساعد قادر انه يتحمل. على هذا الاساس ختمنا اجتماعنا ويعطيكم العافيه، شكرا. إذن استمعنا إلى النائب إبراهيم كنعان أمين سير تكتل لبنان القوي بعد الجلسة اللي عقدها التكتل اليوم بميرنا الشيلوحي. شيخ روي رح نرجع شوي ونبدأ من الشيء اللي قاله النائب إبراهيم كنعان يلي عم بيقول أنه لن نقبل أن يكون لبنان ساحة لصراع الآخرين. قديش اليوم لبنان دخل بعد اغتيال قاسم سليماني وأضحى هذه الساحة مثله مثل بغداد مثل اليمن مثل سوريا اليوم؟ بعد اغتيال الحاج قاسم سليماني اكيد الوضع الاقليمي حوالينا صار بوضع خطر، وضع جديد. وضع لبنان بعتقد كلام السيد حسن نصر الله على السقف بكلامه، بس كان في عنده تحييد انه لبنان لن يكون ساحة للصراع او لانطلاق العربيات أبداً. لانه اذا في اي رد من الدولة الايرانية الجمهورية الإيرانية حصلت امبارح بالعراق، نحن ما عندنا قواعد أمريكية ولا الحزب رح يجرب يحركش بسوريا. سوريا ناطرة، وبعتقد هالمرة السيد حسن قراره كتير واضح، ما بده يحيدوا لبنان. هلا انفرض شيء من إسرائيل علينا لا حول ولا قوة، بده يرده. ولكن من هالمنطلق اليوم تضامن الوضع اللبناني، تأليف حكومي على السريع، تهالأمور كلها تنطرح على الطاولة بالداخل وينحكى فيها، تضل
عطيه حماية للحزب بظهره، وهو نقول له بالداخل هذا الموقع اللي بدنا اياه، وبالخارج نحن معك، ولكن وضع الاقتصادي بدنا نحايده على الوضع السياسي. انا بتمنى اللي عم اقوله ما اكون مغلط فيه، بس اذا ضلينا مشرزمين رح نكون يعني مما كان بيقدر يفوتنا بحرتوقة. طيب الوضع الاقتصادي كمان كان بصلب الاجتماع اليوم بتكتل لبنان القوي، وعم بيقول النائب كنعان هناك كتاب نعده كتكتل للتوجه فيه الى الجهات المصرفية للتحقق من التحويلات المصرفية واتخاذ الاجراءات بالنسبة لتلك التي لم يكن يجب ان تتحول، فلا يجوز ان يحول المتنفذ والسياسي الملايين والمواطن يعاني الحصول على 100 دولار ويوقف ساعات كل يوم بالبنك، عم بينزل المواطن اللبناني لياخد 100 دولار. كلام حلو، يعني احنا حبيبنا وصديقنا استاذ ابراهيم بنحبه وعطول بحب اسمع له لانه واقع ومنطق اكثر من غيره. بس معلش، وين دور حاكم مصرف لبنان ولجنه المراقبه على المصارف؟ كل تحويل بيطلع من المصرف لبرا هن معهم خبر بيراقبوا، صار لهم 3 اشهر ليه ما تحركوا؟ شو وين واجباتهم هن؟ قبل ما يحكي حضرته او رئيس الجمهورية او لين، في اسمها لجنة مراقبة على المصارف وحاكم مصرف لبنان، هو نبهنا قبل 17 تشرين كان عم بيحكي الوضع رايح سيء، لحمش رح يكون سيء، عندنا احتياط 30 مليار دولار، عندنا كذا. طيب وين المراقبة؟ كل شيء تحول هن عندهم علم فيه. وين؟ بعدين وين المراقبة على الاشخاص اللي تحولوا؟ ان كان من وزراء او نواب او موصفين فئة اولى او تانية، ما عم بحكي عن رجال الاعمال، عم بحكي يلي بالدولة بيقعد بالدولة. طيب هيدا عم بيحول المبالغ، ما مفروض نعرف منين جابهم موصفين اللي بالدولة وحولوا مبالغ، ما بتسألوا منين جاب؟ هي السرقة وقفت بس على من يغطي رياض سلامي اليوم؟ يغطي رياض سلامي يغطي رياض سلامي التركيبة كلها سوا، لانه هو يغطيهم بالاول. يعني ما تنسى انه رياض سلامي كمان بس انتقل مرقه كان عم يعطي ديون ويدعم البنوكي، صح؟ صح. طيب والبنوكي كانت عم بتدين الدوله، هل الاملاك المودعين اصحاب البنوكي كانوا عم يدينوا الدوله، وكان ينحشروا يعطيهم 50 و60 و70 مليون ومن هون ومن هون دولارات. طيب ما هن مع بعضهم تركيبه واللي بالدوله تركيبه. اليوم انت كيف تطلع لبرا؟ بجي انا باخد شيك مليون دولار بروح اصرفه بالشمال او بيروت او بالبقاع، بصرفوا لي 25 27 30%، بيخصموا بيعطوني كاش دولارات او كاش لبناني، منين هذا المال برا؟ يعني بتقلي بدي اجيب روح القدس تنجم لي، او بجيب ليلى عبد اللطيف وهذا الثاني شو اسمه بيطلع لنا بخوفنا باول السنه ولبنان رايح على الخراب. بس عم تزبط معه يا سيدي، عم تزبط شو بعرفني عم تزبط؟ زبطت معه بالمعطره اللي توفت الله يرحمها نجوى قاسم انه فنانه، وزبطت معه اعلاميه الله يرحمها دعانا، حرام فعلا حرام هالانسان. انا بعرفها هيك معرفه سطحيه، كانت تطلع على الارز وتغطي. يعني اللي عم نقوله مين بغطيهم؟ هن تركيبة المالية بالبلد، جمعية المصارف، حاكم مصرف لبنان، والدولة والقيمين واللي عم بيحاولوا. طب حدا سأل هل لجنة مراقبة على المصارف شو يعني لجنة مراقبة؟ بيراقبوا على الموصفين المودعين الصغار، يعني ابو 100,000 دولار 200,000 دولار فت طلع عملت لك عملية، اما فوق 100 مليون دولار هودي تحصيل حاصل وين؟ خليني ارجع انا وياك شوي. والموصفين برجع بقول لك موصفين، في موصفين فئه اولى او ثانيه قضاه غير قضاه كلهم حولوا لبرا اموال، منين عملوا اموالهم؟ انه الفساد وقف بس على النائب والوزير كله الهرم كله، في عندك بلونطونيه عاملين مع مليارات. طيب خليني ارجع انا وياك الى الشمال شوي، في يعني رائحه فساد تفوح حول شركه كهرباء قديشه من وقت ما بلشت هذه الثوره، هلا هناك قطع للطريق امام شركه كهرباء قديشه، شو في بشركه الكهرباء بقديشه؟ ليش هالقد عم بيصير في التصويب عليها؟ ليش هالقد عم بيكون في اعتصامات كل يوم؟ وليش عم بيحاولوا المعتصمين يفوتوا الى مبنى هذه المؤسسه؟ شو في بقديشه برايك؟ قديشة مغارة علي بابا، واليوم هي محسوبة على جهة معينة، مش من اليوم، من قبل. هلأ صحيح ما
ما فيك تقول محسوب 100% انه على وزارة الطاقة او محسوبة من الاول على الوزير جبران باسيل. لا، عندك من يدير هذه الشركة؟ عندك مدير عام من اخواننا السنة من طرابلس محسوب على، كان محسوب على تكرام، هلا ما بعرف عمين لانه كله انت التنقلات يوميا بصير. عندك قيمين محطوطين محسوبين على وزارة الطاقة وعم بتعطوا. بس في يعني صار في تعليق على المدير العام هو من الطائفة السنية او من الطائفة لا لا عم بحكي مدير عام أديشة انا. ايه كهربا. كهربا. مدير أديشة عفوا مش مدير عام أديشة. مدير ما في مدير عام أديشة. هي تابعة لمدير عام لحيك لمدير عام كهربا لبنان. اوكي. بس جوا في تركيبات كتيرة. في موظفين علوا لهم معاشاتهم للطيف، في ناس نزلوا لهم. هلا من اربع خمسة اشهر طلع قرار ما عاد في ساعات اضافيه يضبطوا الوضع. بس بصراحه ما فيني اجاوبك على الجواب كتير لانه بتضيع. كل فريق بخبرك حسب هو شو بشوف او حسب هو باي موقع موجود. بس كل ايام اديشة علي بابا يعني. ما تنسى بعدين بالشمال نحن مقسمين مثلا زغرتا واهدن بياخدوا كهرباء من كهرباء لبنان. صحيح. نحن بدل ما يحسنوا بمنطقة بشري صار القصة من ايام اللي حباية الله يرحمه. نحن على المعامل على مي وفي مغارة أديشة وفي مي عم بروح حضر كله. من وقتها نطالب ان عم جيبولكم معمل او معملين بتحسن الوضع. صور ينعطى كهرباء لطرابلس. بس الوزير الشهيد يعني اللي حبايقة حاول بفترة من الفترات انه يقوم بهذا المشروع. انا طلبت منه وقتها وقال لي لح نحاول الله يرحمه. بس كان تعرف وقتها في تركيبات كلها طائفية ما نضحك على بعضنا. يعني اذا بدي حط معمل نجيب معمل جديد لمنطقة بشري بده ينقال ليش ما حسعنا المعمل بالحريشة او حسعنا المعمل بمنطقة تانية. بدك تعمل توازن بوقت في ثلاث معامل تابعين بياخذوا من مية أديشة من بشري. هاو ثلاث معامل اذا تأمل لهم معامل جديدة على المي تاريخيا هاو الثلاثة كانوا يعطوا نص طرابلس واكتر كلها تتوزع. طار كله تركيب توازن طائفي ومذهبي وطائفي ومذهبي. ما في كان بالزمانات في وزارة التخطيط شالوها. نعم. ما في برنامج تخطيط لأي موضوع بينعمل. طيب رح ارجع انا وياك الى شوية مواقف كمان صارت اليوم. زيارة حزب الله الى بكركي وعم بيقول نحن مع اي حكومة تشكل سريعا. هل برأيك اليوم حزب الله يريد تشكيل الحكومة بشكل سريع؟ لحلو. وليش؟ لانه حزب الله شو اللي تغير؟ هو بده من اول ما استلم دكتور حسان دياب كلفه عم بيقول بدنا نعجل بالحكومة. ما بدي اعمل انا اكون قديس معهم. بدي اكون ضدهم. مصلحتهم هن بالداخل ما يكون في خربطة. وخاصة هلا بعد اللي صار بـ 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 بالعراق. ما بيقدروا عم بيواجهوا برا ويتواجهوا بالداخل. مصلحتهم. يمدن حكومة الداخل تريحهم. بدهم حكومة يتجانسوا هن وياها يسهلوا الامور. يكون اختصاصيين ينشغل على الوضع الاقتصادي. هلا عندهم اخطاء عندهم تقصير ما حدا ما عنده. بس عم بحكي هلا بالوقت الحاضر هن بهمهم يكون في حكومه وسهلوا شو بدكم خدوا. هلا كان عم بحكي استاذ ابراهيم هلا طب مش عم نفرح حق امين بقول لك نحن بدنا اختصاصيين مزبوط وبدنا كثير منيح. طب اللي عم نسمعه القصه بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل الباقي كلهم سهلوا. شو هالمشكله اللي وقع بين اثنين ما بتنحل؟ طب طالما كل الحكي استاذ ابراهيم كلنا بدنا اياه. حزب الله يريد حكومه يتجانس معه بشكل سريع. اليوم نائب هلا يعني عم بيقول نائب رئيس مجلس النواب السابق النائب السابق فريد مكاري عم بيقول يبدو ان الانتقام لسليماني سيكون بتاخير الحكومه. والله لك انا اللي عنده اياه حبيب قلبنا كلهم حبيبات قلبك يعني أنا عندي لا هو كتير أنا عندي صداقة مع الكل وأنت بتعرف عندي علاقة مع الكل. اللي عم بيقوله يمكن عنده معطيات هو أكتر مني. كان نائب رئيس مجلس النواب وعنده معطيات. بس أنا مفروض بهالأيام ننقل الكلمة المنيحة تنجمع. يعني بدي أقول أنا لا هن بدهم تأخير الحكومة. طيب ليش بدهم تأخير الحكومة؟ إذا صار في خربطة بالداخل
ما المستفيد؟ شو بيستفيد حزب الله؟ المنتفضين عنده بجنوب منهم شيعة؟ والبردانيين بالبقاء والبردانيين منهم شيعة ومؤيدينه وبقولوا ان احنا معك على اسرائيل بس بدنا ناكل. شو بسموه هذا؟ لا يعني بالنهاية بدنا ناكل وبدنا ندفع اليوم بدنا ناكل وندفع. يعني ما هذا عم نقوله، بدنا اليوم نجيب كلمة المنيحة ونحطها ونمرق هالمرحلة. نحن مرحلة مقدمين عليها يا أستاذ بيير، نحن فايتين بدهاليز معمة تسكر ما بنقشع شيء. هذا أنا أعمى بشوف أنا ضراب الصوف يا محلى، ما كل يوم بيومه، كل يوم كل شغلة بتصير برا بنعطي الهم بالداخل. طب بس بنعطي الهم بالداخل كل شغلة بتصير برا مش لأنه في مجموعة من اللبنانيين أدخلونا بمحور معين اليوم وصرنا جزء من هذا المحور. كلهم كلهم كلهم، ما بقول لك إنه وضع حزب الله بموقفه اللي كان له تأثير على لبنان، صح؟ ما بنقول لا له تأثير، بس ما تنسى انه حزب الله حرك الإسرائيلية بالألفين، مئة ألف مئة مليون عرب ما طلع ما طلعت صاروا كلهم عملا معهم، حارب موضوع الأصولية. يعني في حسنات وفي مردود على لبنان سيء بهالموضوع هذا، ما عم اقول لا، بس ادخل لبنان بالمحاور وسياسه المحاور. لبنان بلد صغير وبلد هلا وعم بيدفع فاتوره عن العرب هلا هلا، انه بالوقت الحاضر كلام اللي قاله السيد حسن في شيء يلي لبنان عم بتحاول انه ما يفوت بهالمحور بقى. هلا موجودين نحن مش بس انه نحيد الوضع قد ما بنقدر، لانه طيب اذا قديش اليوم اذا خربت او صار حرب مين قادر يحمل الوضع؟ مين قادر يحمله؟ بعدين نحن اليوم بحرب مش مثل امرأنا من الخمس وسبعين للتسعين والالفين والالفين وستة، كان في ميل، كان حرب اهلية طائفية مذهبية، وكان في استعدادات بدك اياه، وكان في دول عم ترعى ودول عم تعطي لنحارب ودول عم تساعد، وكان عندك مغتربين عم بيعطوا. اليوم كله مفلس، حتى الاغتراب محترق دينه، واليوم ما في دولة بيلة بلبنان. يعني الامريكان بده منه يدفع عليه، الامريكان انه بالاول ترامب اول شهر روح نضرب ويكراش لبنان تنقرض حزب الله، ام فريق بالكونغرس لا مش بهالطريقه. يعني ما حدا مباله مثل قبل دوحه وما الدوحه وتعالوا نشوف اخر هم عندهم، الا اذا انا بشتغل لفرنسا ومشي لها مشروعها ممكن تجي فرنسا وانت لفلان. اليوم بدنا نشتغل نقعد نشتغل لشيء اسمه يعني المشروع اللبناني اليوم غائب، هيدي المشكله. مشروع اللبناني الكل مرتبط بمحاور والكل ينتظر ما ستقول اليه سياسه هذه المحاور لنشوف وين بدها تروح البوصله اللبنانيه. اللي عم نقول انه تفضلوا يا جماعه انزلوا على الارض شوفوا الوضع، حال الطوارئ، عدوا مع بعضكم شوفوا شو بدكم تعملوا. هالعالم اللي صرخت النماذج اللي عم نشوفها على التلفزيونات شيء بفتفت الصخر من المصايب اللي عندهم اياها، بس بذات الوقت وقت بنقول في ناس فاتوا من احزاب وغير احزاب، نفس الفكر الشيوعي مع احترامي لهم صار مهيمن. نحن الشيوعيين انتهت بالعالم، لا روسيا ولا كوبا ولا كله. هم بيقولوا لكم المارونيه السياسيه انتهت في لبنان. من الشيوعيه؟ كلهم كل ال لحظه انتهوا كلهم، المارونيه والسنيه والشيعيه والدنيا كله، لبنان انتهى كله يا استاذ بيير. انا ماني بعد عصر الشيعيه، انا ماني عم بحكي كماروني، انا لبناني. بعدين بتجي مارونيتي، وقت بدق بمارونيتي بدي حارب دخيل قصته اوصال عند الله، بس هلا ما نسالي عن مارونيتي وقت في لبنان رايح. انا عم بحكي عن الحراك في الفكر الشيوعي اللي نزل على الارض منه مقبول. كمان هيدا يعني نحن لازم ناخذ كل الطلبات اللي تقدموا فيها كلها عايشين وبدنا اياها، بدنا فكر لبناني، بس بذات الوقت ما يصير في هيمن الشيوعيه، لانه تفضل هيدا فكر التكسير، هيمن يساريه يعني شيوعي اشتراكي مثل وليد باك اشتراكي كلهم مع مصاري، يا ريت فينا نعمل اشتراكيه مثله كلهم مرتاحين صلى الله اخواننا الدروز. اليوم بتفوت انت بتكسر البيوت بتكسر بنوكي بتبادل فلان، ما بصير في حد ادنى. بعدين بدنا ننسى شغله، كيف بتشوف ظاهره التهجم على الشخصيات بالاماكن العامه وطرده؟ ما انا مقبوله، لا حريتك توقف عند حريه الشخص الثاني، بتحاربه بتهزيه مش مقبوله. طيب لو كان نائب الرئيس اللي الفرزلي معه مرافقين وعم بيتعشى او غيره من البابازات نواب او وزراء اللي عنده مرافقين عم بيتعشوا فاتوا له اصطدموا مع بعضهم يا ملا، وقع مشاكل يا ملا، اللي الفرزلي ما معه مرافقين شوفور ما بيجيب
اوقات وقادر يستوعب. واكثر واحد اذا بنعتبر لانه هو ايده بالاصعب العهد، اكثر واحد بكل كلام وقت ببلش الحراك بدكم تشوفوا شو بده هالشعب، بدنا نقف حده، بدنا نفهم نحن وياه، بدنا 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 بدنا. يا استاذ بيير، نعم، حيش بقى نتخبى ورا اصبعنا كلنا. بعدين اللي بكل صراحه 82 جمعيه بالحراك شو بدهم؟ ما بدهم الاحزاب، بدهم هن يجوا. طيب تفضلوا اتفقوا مع بعضهم، عملوا شي طرح، المطالب معروفه، بدهم اتفقوا بعضهم عملوا شي تكتل. فريق 7 صار 2 الليلة كذيك المرة. طيب ما بدنا مطلب طيب لبنان، حزب مطلب اللي قلته حزب الكتاب عم بيقول هلا انه استمرار العقلية القديمة في إدارة شؤون البلاد، عقلية ما قبل 17 تشرين التي اتسمت بالمحصة وتقاسم مراكز النفوذ والتي أوصلت إلى الإفلاس واللبنانيين إلى العوز والجوع، ولا من يتعظ ويحذر من استمرار عملية التقاسم الحكومي بوجوه أصيلة أو مستعارة. اليوم عم بتشوف في هذه اللعبة عم تقوم فيها السلطة، عم بتجيب وجوه مستعارة. صح، انه بعد ما عرفنا بس اللي سمعنا عنه انه جاي روي بديل عن من هالحزب بديل فلان، وجاي محمد بديل عن فلان بطريقة اندريكت. يا خي فيك تجيب اشخاص اصحاب اختصاص ويمكن عندهم ميول لحد ما منو الحزبيه. كيف تشوف اعتذار زياد بارود وفيليب زياده، ويقال انه ممكن يصير في اعتذار كمان لدميانوس قطار؟ اعتذار زياد بارود ما بعرف ليش اعتذر، بده اياه الدكتور حسان، ما بده اياه الوزير باسيل مع انه مقرب عليهم، بركي في معركه الرئاسه من هلا كمان. ما مشكلتنا كلهم بيعملوا معارك، معارك رئاسه الحكومه، معارك رئاسه الجمهوريه. بعدين السيد المهندس فيليب زيادة، انا ما بعرفه، كنت بالاول ما بعرفه، بس عرفت بعدين، بس قالوا لي طلع امه مشرف وقراب علينا ومعنا سياسيا، بعرف بيو طلع. بس وقت نزلوا له كل ما بعرف عنه شيء، سالت بعدين، انا تفاجأت وقت نزلوا له هالصور، سالت عامل شغل بسيليكون فالي بكاليفورنيا وعامل مشاريع انه بدك تجيب واحد مش بس شاطر بالعقارات، يكون عنده اختصاص بشيء، هو مهندس مدني. بس الزلمه مجرد ما نزلت له هالامور هيدي ما بقى بده يفوت هو بالقصه، يعني شو حر بحياته الشخصيه، بس وقت بتفتحه بالطريقه. يعني نحن صرنا اليوم امبارح في ست من اربع خمس سنين لقيت فيها قالت لي عم بيقولوا اذا بدك تعرف معلومات عن هالشخص وقت الخلق خليه ترشح على الوزاره، بجيبوا له امه قبل ما تجوز مع مين كانت تحكي. ما مقبول يعني عن جد، عم نفوت على خصوصيات العالم. نحن قلنا حق كلنا بدءا من يلي على الطرقات الله يساعدهم ويحميهم، والكل بيجي فلان بدنا نشوف شو اختصاصه قد ايه. مش بس الاختصاص استاذ بيير، بدك تحكي لنا اختصاص، بدي اشوف انا اذا كف نظيف، بدي اشوف اذا بيقف على المرايه بيستحي، بيستحي انه في تاريخ بيته اذا عمل شي شغله قالوا له انت عملت كذا بحس انه لا. والا اذا بدنا نجي اختصاص ويلا الاساطر مفتوحه. طيب عليكم السلام. بعرفك مقرب كتير من الصرح البطريركي ببكركي، اليوم يحكى عن استياء لدى البطرك سفيري اللي هلا بهذه الاثناء عم بيتلي صلاه الورديه على نية لبنان، وعم بيقول الامور معقده في موضوع تشكيل الحكومه. بس خلينا نشير قبل، لانه على ما يبدو هناك اندلاع حريق كتير كبير بمستودع ميموزا بالمنصوريه وسيارات الدفاع المدني تهرع الى المكان. طيب ان شاء الله ما يكون في ضحايا ان شاء الله. موقف البطرك الراعي، قد ايه مستاء البطرك الراعي وتحديدا من الزعماء اذا فينا نقول والمرجعيات المسيحيه اللي انا شفته مؤخرا من اسبوع يعني بين العيدين، كتير مستاء لدرجة، عم بحكي كل وضوح، لدرجة قال منيح في هالحراك تنقدر نرجم مع سيئاته، مش الحراك، مع سيئات التركيبات اللي عم تصير، مش عم بحكي اللي بلشوا واللي قلعوا وفحوا المطالب. ما 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 بعرف بصراحة، ما بقى عم نفهم، ما في مسؤولية. يعني هل عم تحكي لم نعرف مين بياخذ البنزين، لم نعرف مين بياخذ التصين، ما في حد، ما حد عم يراقب حدا. بعدين بسأل سؤال انا، معلش بدي احكيها اليوم
طائفية القصة. طيب نحن اليوم بوضع سيء 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 سيء. تحركوا رؤساء الحكومات الثلاثة واجوا قالوا ما بدنا فلان بدنا فلان بدنا فلان واختفوا. تمام بيك ما بعرف وين راح، رئيس مئات سافر، رئيس سنيورة عملوا له هذيك المرة الهمروجة، ما حد موجودين. رؤساء الجمهورية ما شفت حدا تحرك منه، لا الشيخ أمين لا الرئيس لحوق ولا الرئيس مش سليمان. لا اصلا في تواصل مع بعض. قول الرئيس ميشيل سليمان كان عنده علاج، كان مريض واجا الله يشفيه صار احسن. هلا في او ما في تواصل؟ هيدي المشكله. المشكله يعني اكيد الرئيس الجميل ما راح يكون عنده تواصل مع الرئيس لحوق. يا استاذ بيير المشكله بتعرف شو هي؟ رئاسه الجمهوريه منا ملك الاشخاص ولا رئاسه الحكومه ولا رئاسه مجلس، هاي كربينا. اما هلا صارت ملك، ملك الطائفه ملك الشخص. بدي لك عن رئيس الجمهورية، منا ملك فلان وفليتين. أنا بقدر أكون محب ميشيل عون مع حفظ الألقاب، أنا أكون رئيس الجمهورية السابق. في وضع مصيري بالبلد، في وضع مصيري. فشفنا لقاءات بين الرئيس جميل والرئيس ميشيل عون يعني كذا مرة كان. هلا عم بيحكي هلا الشهرين ثلاثة، هالشهرين ثلاثة الرئيس جميل ما فتح تمه، عم بيحكي الشيخ سامي. اليوم في مصير بلد وهن عندهم خبرة. معلش مرقوا بظروف، مرقوا بأيام. الرئيس لحود يعني البترك مفروض يدعيهم. انا سالته قلت له يا سيدنا، قال لي ما بعرف ما بعرف اذا فين اجمعهم مع بعضه. اكيد ما فيش. طيب فاذا بعدنا يعني اللي قاله الشيخ سامي او الحزب الكتايب كلنا عم نقوله بعدنا بالروحيه القديمه عم نتعاطى، مش هيك؟ بس من ضمنا في بيك عليه مسؤوليه. عليه مسؤوليه. شو هي المسؤوليه؟ هو رئيس جمهوريه سابق، رئيس حزب سابق. حزب الكتايب تاريخيا كل ايامه رغم الخلافات اللي تصير يضلوا حد رئيس الجمهورية على السراء وعلى الدراء. بس ما شفنا ولا مرة هجوم من الحزب تبه ببيانات الحزب على موقع رئاسة الجمهورية او على الرئيس عون. نحن اليوم ما عم نحكي على الخلافات، يعني من جمعتين ثلاثة كانوا عنده ببعبدة، كان في وفد كتائب. ايه بس صح، انا مش عم بحكي في هجوم او في هجوم، انا ما عم بحكي عن حزب الكتائب. انا عم بحكي معلم مع احترامي للشيخ سامي عن ثلاثية الكتائب اللي هي القضاء والبحرياركية المدنية. عم بحكي انا مع احترام لرئيس الحزب، انا عم بحكي عن شخص اسمه الشيخ امين جميل رئيس الجمهورية السابق. مع احترام للشيخ سامي معلش، هالقدامى اللي عندنا هالعقال الكبار بالعمر عندهم خبرة وبعضهم موجودين. يعني شو مفروض يعني شو لازم يعمل الرئيس الجميل؟ شو عنده رأي يا استاذ بيير؟ بلدك عم بنهار، ما بتلاقوا هالخيمين وهالكبار بهالبلد يقعدوا مع بعضهم؟ يا خي نشيل الزعل على جنب، شو كيف نقدر نلاقي مخرج شي محل؟ يا جماعة إذا مش شايفين البلد. طب عم بيحكي هلا أستاذ إبراهيم، ما عم بيحكي على المودعين وعلى ال 75 مليون بدنا نحميهم يلي من 75 ونزول. طب ال 100 مليون ما بتحمي لهم أمواله؟ شو هالحكي؟ يعني مش عم بفهم شو عم بيعملوا. فايتين بمشاريع عم بيبحثوا موضوع الهيركات، ما هيركات يعني ماشيين انه جاي في اليوم على رئيس الجميل جاي يحكمه بالسلطه يعني كمان. لا انا انتبه، انا هو بموقع المعارضه ولطالما حزر يعني من انا بحكي ما وصلنا اليه. استاذ بيير انا ما عم بحكي عن حزب الكتائب، عم تحكي عن رئيس الجميل. انا عم بحكي عن الرؤساء كلهم، الرؤساء كلهم يعني حتى الرئيس الحسيني مع صحته عقده الله يحميه ويشفيه، بس بعده عقله ايه؟ يتفضلوا يقعدوا مع بعضهم، يطلعوا رئيس الجمهوري يقعدوا يشوفوا شو البلد كله رايح. انا عم بحكي على الكل، تحركوا مرتين ثلاثه. طب ما صار في دعوه؟ صار في دعوه وما طلعوا؟ ما صار في دعوه. خي مثل ما تحركوا الرؤساء ثلاثه عند رئيس الرئيس الحريري وقالوا بدنا رئيس حلو بدنا. برافو عم بحافظوا. انا ما عم بقول بدي حافظ رئيس الجمهوري باقي، ما عم بقول بحافظ، عم بقول بدنا نتعاون. يعني عم نحكي هالمسؤولين وينن هالبلد يشوفوا كيف بده يوقفوا التدهور، ما انه بايدهم بس يتوحدوا شوي. قد الموارن اليوم يفتقدون الى الزعامات التقليديه اللي كانت تجتمع بمثل هيك ظروف؟ قديش اليوم نحن بحاجه الى كميل شمعون وبيير جميل وبدي اسيس؟ وين بيقدر البترك يجمعهم مع بعضهم والبتركيه يقعدوا؟ كان يدعي المسؤولين قبل لاجتماع يبعثوا له موفدينه. ان كان من التيار الوطني او المرده او الكتايب او القواد يبعثوا الموفدين. يا سيدي بتركية المارونية سألتني عنها هلا، بتركية المارونية تاريخيا مجد لبنان اعطيها لها. مين اعطيها مجد لبنان؟ تعرف؟
بسك مين اعطى؟ مين اعطى؟ العيال اللبنانية من كل الطوائف. بس كمان هذه العيال اللبنانية وين هي كلها؟ العيال اللبنانية الزعامات اللبنانية من كل الطوائف كانوا يطلع يقولوا كرسي لابن سليم، كرسي لابن ارسلان، لابن جنبلاط، لابن دعولة، كانوا فوق يجتمعوا، هن عطوا مجلس لبنان مع وجود اكيد الوجود الماروني، وكان بس عم بحكي هالوحدة. اليوم تغيرت ايام شيخ، يعني حتى اليوم في نقمة على البطريركية وفي نقمة، في نقمة على الكل، بس نحن ما بقى عندنا خلاص شيء. نحن يا سيدي هلا اذا ضل الوضع هيك وعلى اللي عم نسمعه ماديا وين رايحين؟ بدي اقول لك شغله، انت ما بتتذكر وين البنوك الاجنبيه اللي كانت بلبنان؟ بنك اوف امريكا، بنك دي روما، بي ان بي اي، وين هن؟ ليش فلوا؟ لانه السياسه الماليه اللي تبعوها 30 سنه وين؟ هلا ليه عم يطلبوا منهم باوروبا وفرنسا تفضلوا البنوك الصغيرة لازم تندمج مع البنوك الكبيرة؟ لأنه ممكن نشوف دمج للمصارف في لبنان؟ ممكن كله، بس ما بدك بالأول تجي حكومة توقف تعمل خطة تنشو كيف بده يشتغلوا بين وزير المالية والاقتصاد مع بعضهم كيف يوقفوا التدهور. في قانون مجلس النواب سامحين للصيارفة، هالقانون مجلس النواب مفروض مجلس النواب يلغي هالقانون. نحن بحالة طوال ما بقى مفروض الصيارفة هن يتصرفوا بسعر الدولار، بس طالما في قانون طلع عن 2300 اليوم 2300 400، وهلا عم بسمع منك انه كان 1950 بالديوتي فري صار 2000 بالسوق الحرة ببيروت، وكلهم بيطلعوا بيقولوا الله يستر لنا رح يطلع. طيب لمين عم تنبهوا؟ لمين؟ هن واعيين انه سؤال اخير شيخ روي، نحن بالايام المقبله تتوقع موجه اعتراضات جديده وتظاهرات جديده مع وصول الدولار الى 3000 مثل ما عم بيقولوا؟ يا استاذ بيير، اذا هلا فدنا مشكله الطحين كلها، هي كلها مشكلتها طحين ومازوت وغاز، كلها مشكلتها الدولار. امنوا لهم السعر للجميع، ما بيقعدوا يعلوا موضوع الرغيف، موضوع هود اذا فتنا فيهم وعلى الدولار مثل ما رايحين ما فيك تسحب، كنت تاخذ 200 دولار 500000 200000. اللي حصل امبارح ببيت الفنانه نانسي عجرم هيدا ماشي، رايحين على ثوره، اذا الثوره بفكر شيوعي مثل ما الدول برا الله يسترنا، تكسير والسرقه والتنصيب، ما فيك تنزل على الطريق. طيب وين رايحين؟ ما عم نقدر نفهم انا هالمال اللي بين العالم اللي عم صرف الدولارات. شو سالتك فيك تعرف انت صحافي من وين؟ انت صحافي قدرت عرفت من حدا من وين؟ ما بعرف. نعم رايحين على كرسي، اذا ما بدهم يضربوا على الطاوله رئيس الجمهوريه معها ورؤساء الطوائف، تعالوا يا اخي بدنا نقعد، بعدنا بدي هالوزير وبدي هالوزير، وهيك احنا مكملين يعني. نعم شيخ روي، انا بدي اشكر حضورك اليوم الى تلفزيون لبنان، لقاء شيق دايما معك، اهلا وسهلا فيك. نشكرك استاذ بيير، نشكرك تلفزيون لبنان، اهلا وسهلا فيك. لحظات ونتابع.